عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نجربوا ما تقولش عليها مشكلة، قول عليها تحدي. ما تقولش ما عنديش، قول ربي خلقني باش نكسب رزقي ورزقي موجود، تزمني نمشي لوج عليه. ما تقولش أنا معاقة، قول ربي أعطاني فرصة باش نكون معجزة. ما تقولش عليه فشل، قول عليه تجربة تعلمت منها أكثر من اللي خسرت. ما تقولش ما فماش معنى لحياتي، قول ربي أعطاني فرصة باش نكتبها بداية. ما تقولش ما نجمش، قول أنا باش نعمل اللي عليا الكل وأكيد ربي ما ضيعش تعب. ما تقولش حتى شي خايب، على خاطر في كل حاجة خايبة فما حاجة باهية برشا وراها. شكرا لكم.